بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي مشاهدي قناة المراد، اليوم الأول من فبراير، 1 فبراير، الأربعاء 2023، في المنحل عن قرب النحل اهو، واحنا يمكن اخر النهار، الجو فيه غيوم شوية ولكن الجو يميل للدفء. لو شفنا طبعا الخلية اللي قدامنا دي هنلاحظ فيها البروبليز موجود، اللي هو فوق البراويز ده اهو، والنحل شغال عليه اهو، خلاص كل ده في البروبليز. وقلت قبل كده، عملت فيديو برضو على نفس الخلية، وان الخلية دي بتتميز بان هي بتميل لجمع البروبليز. هنشوف مع بعض كده، هنكشف على الخلية وهنجمع هنجني البروبليز اللي موجود. طبعا الدخانة دي مطلوبة اهو، بنجمع كده البروبليز اهو، اللي هو العقبر او صمغ النحل او البروبليز اهو، خلاص زي ما انتوا شايفين كده جمعه، ماشي ماشي اهو. طبعا النحل في الوقت ده بيميل للهيجان شوية، في شراسة، فاحنا بنجمع بحذر شوية اهو، ان النحل مش خارج من الخلية دلوقتي، كله في داخل الخلية، مفيش نحل في الخارج عشان الجو فيه غيوم، مش ساقع دافي، بس برضو النحل مش نشط للخروج في خارج الخلايا عشان الشمس، والجو متغير بين لحظة والأخرى. زي ما انتوا شايفين احنا كده بنجمع البروبليز اهو، من فوق الإطارات اللي موجودة عندنا، خلاص جمعنا قطعة ممتازة، هنشيلها وهنبدأ نكشف على الخلية ونشوف أحوال الخلية ايه، لأن طبعا الخلايا القوية دي الأخير هيبقى فيه عسل بس اهو، وعايز يتمط برضو بقيته لسه، برضو هنا في عسل اهو، خلاص هنا في عسل وفي حضنة، خلاص في حضنة صغيرة اهي، بسم الله ما شاء الله، هنا في حضنة كويسة، حضنة اهي، وحاطين حضنة صغيرة لسه. هشيل البرواز ده اوديه خلية ضعيفة عشان نقوي بيها، مفيش خوف ان انا انقل البرواز بالحضنة اللي فيه وبالنحل اللي عليه، انا بنقل بالنحل اللي عليه، ونقلت برواز من خلية تانية وهنقل البرواز التاني على نفس الخلية الضعيفة علشان نقوي. البعض بيقول لي النحل هيقتل بعضه، لا النحل مش هيقتل بعضه، ليه؟ لان انا هدخن على الخلية اكتر من مرة علشان الريحة تتوزع عليها. خلاص انا وديت البرواز، اهم حاجة ان انا ببص على البرواز الاطار اشوف فيه مالكات ولا لا، وجبت برواز جديد اهوت هنزله مكانه، خلاص طبعا ينزل المالك، هتبدأ تحط فيه ايه حضنة.
ومن الخلايا القوية اللي هي بنفس المستوى تقريبا اهو. شوف النحل نزل عليه اهو، بسم الله ما شاء الله. البراويز زي ما انتم شايفين اهو، الملكة بتفرد اهو من الجناب، بتوسع يعني. في وضع البيض، بتوسع في وضع البيض اهو. هنشوف اللي بعده. هنا مفيش حضنة، في عسل خلاص. هنا برضو مفيش حضنة، في عسل. هنضم برضو الخلية، والخلية دي هتحتاج للتغذية عشان برضو الملكة تبدأ تزيد في وضع البيض. لما تلاقي ان فيه تغذية ادي التغذية اهي، مش هنملاها قوي ماشي. خلاص حطينا التغذية وهنبدأ نغطي الخلية بتاعتنا، ونقول لأحبابنا وأعزائنا مشاهدي القناة كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.